ألقى معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى رئيس وفد الشعب البرلمانية لمملكة البحرين كلمة مملكة البحرين أمام الجمعية العامة 46 بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي. وأكد معاليه أن مملكة البحرين بقيادة جلالة ملك البلاد المعظم تقدم العديد من المبادرات والرؤى التي تنطلق من عقيدة ثابتة وإيمان راسخ بأن الأخوة الإنسانية والتعايش السلمي والاحترام المتبادل والاعتدال والوسطية هي المرتكزات الفاعلة التي أكد عليها ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين. وأشار معالي لأن المبادرة الملكية السامية بإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي شكلت محطة مضيئة في السجل الحضاري لمملكة البحرين وخطوة رائدة عززت القيم الإنسانية وأبرزت العطاء الإنساني الممتد لنشر السلام العالمي ومكافحة التعصب بمختلف أشكاله وصوره. وجدد معاليها الدعوة التي أطلقها جلالة الملك المعظم للمجتمع الدولي لإقرار اتفاقية دولية لتجريم خطابات الكراهية الدينية والطائفية والعنصرية بجميع صورها وأشكالها داعيا إلى الاستنارة بإعلان مملكة البحرين لهذا الغرض. وثمن معاليه دعم ومساندة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للسلطة التشريعية ودعوته إلى العمل من خلال الدبلوماسية البرلمانية على نشر القيم النبيلة في التعايش والسلام في المحافل الإقليمية والدولية. أننا نعقد مؤتمرنا هذا تحت شعار تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة ومكافحة التعصب، ومن هنا فأننا نجدد الدعوة التي أطلقها صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين المعظم للمجتمع الدولي لتعزيز التعاون التشريعي والفني في إقرار اتفاقية دولية لتجريم خطابات الكراهية الدينية والطائفية والعنصرية بجميع صورها وأشكالها، وندعو إلى الاستنارة بإعلان مملكة البحرين الذي دشنه حضرة صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين المعظم في عام 2017 ليكون منطلقا وحافزا لوضع أطر إنسانية وأدلة استرشادية ومبادئ رصينة تحقق اجتماعنا وأخاء إنسانيا مستداما للدول والشعوب في دول العالم كافة.